خليني أبدأ مع حضرتك. هل من الطبيعي أن تمر الأزمات وإحنا واقفين كده نتفرج بس، نقول للحكومة تخلص، نقول الجهاز العام الخاص يخلص؟ طيب، الأزمات عندنا بتتقسم لنوعين من الأزمات، في أزمات داخلية وفي أزمات خارجية. إحنا الشعب المصري عندما تحدث الأزمة يلتف الشعب المصري ويكون هناك لحمة واحدة لأبناء الشعب المصري. كل ما بيزيد الضغط كل ما بيزيد العطاء بالنسبة لأبناء الشعب المصري. بالنسبة لما نمر به من وإحنا لسنا بمعزل عن العالم الخارجي، من أزمة اقتصادية طاحنة سواء كان أزمة كورونا ما بعد كورونا، الاقتصاد المصري استطاع أن يتعافى، استطاع أن يواجه هذه الأزمات. طبعا بالنسبة للأزمة الأخيرة سواء في أسعار ارتفاع بعض الأسعار، دي أزمة عالمية لم تكن أبدا أزمة منفردة، ولذلك نجد أننا أمام تحدي حقيقي وهو الحماية الاجتماعية بالنسبة لأبناء الشعب المصري. هناك منذ أيام كان هناك الميثاق الوطني للجمعيات الأهلية لمساهمة في تخفيف حدة الفقر بالنسبة لأبناء الشعب المصري، وأيضا المساهمة من قبل الجمعيات الأهلية تحت عباءة وزارة التضامن الاجتماعي، ومعالي الوزيرة نيفين القباش بتقوم بدور قوي جدا في توصيل الدعم لمستحقي، سواء كان تكافل وكرامة، سواء كان بالنسبة لمساعدة الأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات وذوي الهمم. نجد أن الآن على عاتق هذه الجمعيات وهذه المؤسسات المشتركة في التحالف الوطني للجمعيات الأهلية أن تقف مع المحدود الدخل وأن تصدر له كل يد المساعدة، وده شفناه بشكل واضح جدا في العديد من المؤسسات. يمكن يعني أنا كنت في لقاء قريب مع مؤسسة بنك الطعام على سبيل المثال، والعديد من المؤسسات الأخرى اللي هي هتقوم بدور كبير جدا. أنا عايز أقول لحضرتك مثلا بعض المؤسسات بتقدم 35,000 وجبة غذائية في اليوم، هتقدم ل 750,000 بنك الطعام على سبيل المثال وجبة يعني جافة خلال شهر رمضان. إذن الآن لابد أن يمد يد العون للأسر الأكثر احتياجا. يعني لو احنا بعيد عن شهر رمضان أستاذ محمد، واتكلمنا عن دور الجمعيات الأهلية بشكل عام بشكل مطلق طول الوقت وطول الأزمة، يعني ممكن شهر رمضان فترة سهل التحكم فيها. بصي حضرتك احنا انا بديكي كمثال، لكن هذه الجمعيات وهذه المؤسسات الكبرى بتقف مع المواطن البسيط من خلال قاعدة بيانات موثقة، من خلال معلومات رسمية من الدولة بالفعل والرقم القومي، وهناك رسائل بترسل إلى المستفيد للتأكد أنه وصل إليه الدعم، وصلت إليه يد المساعدة أم لا. احنا بندي مثال، يعني برضك في دور كبير جدا لابد ان يقوم به شريحة رجال الاعمال، من خلال ايضا تقديم الدعم، من خلال ايضا تقديم المساعدات، من خلال ايضا غرف التجارية وغرف الصناعة ان تقوم بدورها المجتمعي في الحد من ظاهرة الفقر. وطبعا دي ازمة ليست ازمة مصرية خالصة، ولكنها هي ازمة عالمية. ده بالنسبة للمجتمع المدني. بالنسبة أيضا للدولة لابد أن يكون لها دور كبير في الضرب يد من حديد على كل من يتاجر أو التجار الجشعين اللي هم لديهم أطماع في تحقيق الثراء السريع من خلال رفع الأسعار ومن خلال يعني حكر احتكار هذه الأسعار. شهدنا أن الدولة الآن هناك حملات مكثفة من قبل الشرطة، هناك ضبطية قضائية، هناك عقوبات رادعة لهؤلاء التجار، عندنا قرارات من مجلس الوزراء، اجتماعات مستمرة من قبل مجلس الوزراء مع الأجهزة المعنية في ضبط الأسعار وضبط. هل حضرتك شايف أن في مردود كافي على الأرض في الشارع لضبط الأسعار من كل هذه الرقابة، الحكومة والأجهزة؟ بالفعل يعني كل الناس شايفة مثلا على سبيل المثال مبادرة كلنا واحد،
موجوده في كل الميادين، اسعار مخفضه، وده بشهاده المواطنين العاديين. ايضا هناك العديد من الجهات الحكوميه مثل وزاره الزراعه، فتح منافذ وزاره الزراعه لتقديم السلع بشكل مدعم، وزاره التموين من خلال الجمعيات الاستهلاكيه وخفض الاسعار. هناك ايضا لا ننسى ابدا مؤسسه الجيش، وطبعا احنا شفنا اكثر من 1,000,000 وجبة سوف يتم توزيعها خلال الايام المقبله من الجيش. وبالتالي احنا امام منظومه متكامله لرفع يعني الفقر والعوز للمواطن البسيط. هناك ايضا عمليه مصادره لكل ما يتم احتكاره من قبل التجار. ايضا الدوله وقفت مع المستوردين خلال الثلاث اشهر المقبله في تثبيت سعر الدولار بالنسبه للمستوردين. الرئيس اكد في اكثر من لقاء ان السلع الاستراتيجيه موجوده، ولابد ان يكون هناك ترشيد من قبل المواطن بالنسبه لكل ما يحتاجه. بلاش عمليه التخزين وبلاش عمليه الفزع اللي بتبقى ويعني على الاسواق وعمليه النهم في الشراء دي، لا، كل واحد يعني عايز حاجه يقدر ياخدها على القد عشان ما يبقاش في استغلال من قبل التاجر، عشان ما يبقاش في نقص لهذه السلع. احنا الحمد لله عندنا مخزون استراتيجي لحد اخر العام من القمح، عندنا ايضا هناك تثبيت للاسعار بالنسبه للرغيف الحر، هناك العديد من القرارات الهامه التي تم اتخاذها من قبل مجلس الوزراء مع المحافظين المعنيين ومع الاجهزه التنفيذيه. يعني الايام المقبله سوف تشهد انفراجه قريبه بالنسبة لهذه الأزمة، وهي أزمة مفتعلة، لأنها يعني الحمد لله إحنا لدينا من المخزون الاستراتيجي ما يستطيع أن يخلينا لآخر العام يعني في مش في حاجة إلى الاستيراد بالنسبة لبعض السلع الأساسية. هذه من ناحية. من ناحية أخرى أيضا نجد أن هذه الأزمة أثبتت عمق الرؤية المصرية في ما تقوم به من بنية تحتية. يعني احنا من 2015 بنعمل الصوامع الغلال، وكانت يعني كتير جدا يقولوا يا انت بتعمل صوامع غلال ليه، اهو جه الوقت اللي احنا فعلا محتاجين صوامع الغلال اللي احنا عملناها من 2015. لا، واعادة مشروع توشكا دي اخر حاجة حصلت، اعادة مشروع توشكا واللي اتزرع كله قمح وقبل الازمة مباشرة بشهور بسيطة جدا. يا فندم طبعا ده طبعا عمل عظيم جدا. يعني انا سلطت الضوء على الصوامع لان الصوامع حافظت على 10% من الفاقد في الحبوب او في القمح. بالنسبه لتوشكا طبعا قبله الحياه تم اعطائها من جديد لهذا المشروع العملاق من خلال توفير الاعتمادات، من خلال رفع عمليات الرفع بالنسبه محطات الرفع، من خلال المساعده في أن تكون هي المخزون الاستراتيجي للزراعة المصرية. أيضا لدينا رؤية كبيرة جدا في الدلتا الجديدة وزراعة أكثر من 2,000,000 فدان الفترة المقبلة، المحافظة على ترشيد المياه. إحنا بالفعل نسير على خطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة التي يتباهى بها الإنسان المصري سواء كان على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي.